جاني احساس كذا الصينيين اني ودي اجيب اعلى دمج بيها، اوصل مثلا 1,000,000 أو 700,000. 500,000. الضربة الثانية كم؟ 300,000 مع التمت مونة. يا ساتر. مين كان يتخيل انه نافيا شخصية عنصر جيو راح تكون اقوى دي بي اس جديد ينزل في جنشن امباكت؟ ممكن تعتبره تصعيد او مبالغة براحتك، بس شوفوا الفيديو وبعدين احكم. فاكيد لما تلعب شخصية كاشخة لازم انت برضو تكون كاشخ. قبل اي شيء خلونا اوريكم البيلد. اول شيء 2900 اتاك، يعني تقريبا 3000 اتاك، وترى هذا رقم مرة عالي. الديتيل 60 كريت ريت و 250 كريت دمج و 61 جيو دمج بونس. وبالنسبة للسلاح فعندي سلاحها الخمس نجوم، وصراحة نص قوة الشخصية بهذا السلاح. هذا السلاح يعطيك كمية اتاك مرعبة فوق، يعطيك 674 بيس اتاك، 22 كريت ريت راح تساعدك بالبيلد. الباسف تبع السلاح يعطيك 20 اتاك، يقول لك اذا نافي او واحد من التيم اخذ كريستاله راح يزيد لك دمج المهاره الاولى بنسبه 18%، والشيء هذا ممكن يتكرر مرتين، يعني عندك زياده 36% لضرر المهاره الاولى. يعني تخيل معي انه بف كزها بس للجيو، فسلاحها جدا اوبي. انصح اي واحد جابه انه يجيب السلاح. بالنسبه للارتفاكتات فحاطله 2 اتاك 2 جيو، ما عندي الارتفاكت الجديد. وستات الارتفاكت يعني ما شاء الله، اول شيء عندنا 20 كريت دمج، 8 كريت ريت، 25 كريت دمج، 2 كريت ريت، 27، 5 كريت ريت، وهاي بها 24 كريت دمج. وشوف الأخيرة بالله 17 كريت ريت كريت دمج. في طريقتين تجيب هاي الارتفاكتات، بالدعاء أو بالدعاء. مستحيل تجيبها بالتفريم لو قعدت 50 سنة، والأخص الجليديتور يطيح لك من البوسات مو من دنجن. راح نجربها على سي صفر. وبالنسبة للتالنس يعني ما أقدر تطور بس المهارة الأولى ليفل 8، لأنه مثل ما تشوفون من ذكاء هويوفيرس يخلونك تفرم البوس مرة واحدة بالأسبوع. في مجموعة تيمات راح نجربهم. أول شيء التيم العادي تبع نافيا اللي هو فورينا جونجلي وبينت، وعندنا تيم الون شوت مع مونا، والثالث هو تيم غريب شوي لأني راح استخدم نويل علشان أهيل وحصل البف تبع فورينا أسرع، وآخر تيم هو تيم الهايبر بلوم. عارف إنك مستغرب بس حتى أنا مستغرب، نافيا تبدع مع تيم الهايبر بلوم لأنك تسوي تفاعلات وما تأثر عليهم بعنصر الجيو، وهي أصلا الدمج تبعها عالي، فموجود البلوم معاك وأنت الدمج دمج عالي، تيم هذا راح يكون شيء مرعب. راح نبدأ بتجربة بسيطة بالدومين علشان نجرب على هذول الدمج. داكو كوركا آخر حبة 268,000. نشوف على الثاني 156,000 حتى بدون الاستاكات، دمج مرة عالي. راح اجرب على هذا الوحش المائي لانه ما قد شفت احد يجرب عليه الدمج، بس اول شيء لازم اخذ اكلة كريت ريت علشان ما اعيد التجربة 50,000 مرة وكل شوي يختفي، فلا لازم تخلص الشغل سريع. هذا اول كف 272,000. اوكي ارجوك كرت. 300,000 يا ساتر. 500,000. دقيقة انا اريد ارجع الفيديو. الدمج الثاني اللي طلع هاي 290,000 ولا 29,000؟ اي والله هاي 290,000. دقيقة والله لا احسبها. 562,000 دمج. قدرت اتخطى حاجز 500,000 بشخصية جيو، مو بالالتيميت مو بالباسف، بالسكيل تبعها بس، والسكيل نضرب مرتين. يعني في احتمال كبير اني هسه اجيب دمج اعلى من هذا اذا حطيت معاها مونا. تتذكرون تعليقات الفيديو الماضي؟ عنصر جيو ضعيف ما ينفع دي بي، جيب له نوفاليت ولا ريزو خلهم يوصلون 500,000. لعبة التصعيد. التجربة الثانية هو انك تستخدم كود ريد في متجر 12، وخصوصا ان الان نزلت حزمة توفير جديدة، فلحقوا على هاي الحزمات سريع قبل ما تخلص لانها حزمات مؤقتة. وتخيلوا الى الان الويلكن مون ب 17 ريال بس. فالتجربة الثانية راح تكون على طيور الحب هذول، ما اتوقع راح يظلون عايشين للضربة الثانية بس راح نجرب. دجاج مع الهيل عشان جمع الساكات. 74. ما يحتاج انه يكرت الثانية لانهم اصلا ماتوا من دمج الالتيميت. جد فكرة مجنونة اني اروح على هذا الوحش اللي عنده 75 مناعة ضد عنصر الجي واجرب عليه الدمج. عنصر ما احلى شيء علشان نشوف دمج نافيا بس بدون فورينا. وهذا اول واحد 200,000. وولي مولي. دقيقة عيد اشوف الضربة الثانية.
هولي ش البوس هذا على ما اتذكر انه عنده 75 او 45% دفاع ضد الجيو، رصاصتين بس قدرت امسح حلثه، مع انه هذا البوس دمه ترى يعتبر مليون او نص مليون. ممكن تعتبرها تصعيد اذا قلت لك انها اقوى شخصية منافسة النوبليت على اقوى دي بي اس في اللعبة. مستر سلطع ساك واحد ممكن. اوكي والله المسكين اخرته رصاصة واحدة بس. لا ما ينفع، احتاج كذا بوس من جد بوس. شاكم نجرب على الحوت، تتوقعون يتحمل الكومبو؟ قاد ديام 100,000 بدون الساكات، ما في الساكات. ها 200,000 ما يحتاج الساكات. اوكي شت مت، هاتلها الحوت، هاتلها الحوت الدجاج لانه له نحتاج علشان نسوي الكومبو. هاي الاولى وهاي الثانية، 129,300,000. هذا هو الحوت اللي هلثه مليونين مدري 3 مليون، اخرته رصاصتين. ف خور والله الشخصية مرة غبية، والله مرة غبية. وسبب هذا السلاح مرة قوي بطريقة غبية، يعني يعطيك اتاك هين واتاك هين وكريت ريت، ويعطيك 36% ضرر المهارة الاولى. فالشخصية اصلا او بي، ومع السلاحة تحس قوتها تزيد 50%. صدقون هسه راح اجرب مع سلاح الباتل باس عشان ما حد يقول لي هذا السلاح ال 50 ديوم. فانا اصلا حاط له خذت كريت دامج، ومثل ما تشوفون صار عندي 86 كريت ريت، يعني لو ما تكرت راح اروح ادعس على راسه ويوفيرس. شارج والثاني سريع، يعني مثل ما شفتوا الشخصية اصلا قوية، ومع السلاحة صح تصير اقوى، بس تقدر تستخدمها لأسلحة ثانوية وراح تأدي اداء جبار معاك. صدقون راح اجرب على سلاح الحداد اللي اصلا ليفل 80، ونلعب التيم شوي عشان الساكات. حياة ماينات فورينا، ناخذ كبسة جانيو بعدين التيمت. 215,000. فالفكرة ان الشخصية نفسها مهما حطيت عليها من السلاح راح تأدي اداء جبار، واذا حطيت معاها سلاح الخمس نجوم موضوع راح يختلف، راح يروح الليفل الملايين. قبل ما نروح للشوغن خلونا نجرب قوة النورمال اتاك تبعها، ماني عارف انه شيء غريب بس نجرب ليش لا. 29 27، ويت 41,000. النورمال اداك يضرب 30 41,000، والسكيل 300,000، والالتيمت 6,000. يعني بالعاده اذا نزلت شخصيه تعتمد مثلا على الالتيمت او السكيل يكون النورمال اتاك بيض، بس نافيا النورمال اتاك تبعها اقوى من بعض الدي بي اس. جاني احساس كذا الصينيين اني ودي اجيب اعلى دمج بيها، اوصل مثلا مليون او 700,000، فراح استخدم اقوى بف اكل باللعبة مع هذا اللي يعطيك 25% جيو دمج بونس. ضرب التمت عشان نجمع الساكات، 500,000. الضربة الثانية كم؟ 300,000 مع التمت مونة، يا ساتر. دقيقة، اذا الطلقة الواحدة جابت نص مليون، يعني لو شحنت الطلقتين راح اجيب دمج مليون. اح دمج مليون بشخصيه جيو سي صفر، واو هويو فيرس. يعني حاب اسلم على نوفليت وريزلي وليني وهوتاو لانه شخصيه فورينا عنصر جيو كونسليشن صفر والتالنس ليفل 8، يعني هذا مو اقصى دمج لها. قدرت اجيب دمج 822,000، ما تحتاج سي 1 مثل نوفلت وريزي، لا الشخصية تحتاج بس يكون معاك بوف وعنصرين وبس. انا عارف انه نوفلت يقدر يجيب دمج مع الوقت، ولكن نافي عندها ميزة ما عند نوفلت، طق طلقتين جابت كل الدمج، نوفلت اقعد نص ساعة جمع بالكرات وسوي تشارجات. فتقدرون تقولون ان هي ونوفليت متقاربين بالدمج، وان شاء الله بعدين راح اسوي مقارنة بين دمج نوفليت ودمج نافيا ونشوف مين هو اقوى دي بي اس في جنشن امباكت. فراح اجرب على سكارمش ابو راس، وراح اخذ بفات الاكل، فهل راح اقدر اوصل فيها فوق المليون؟ خلونا نشوف. جيو ناكل التيم تبعنا كله دجاج. ستمئة الف دمج، الشخصية سي صفر، ما عندها كونسليشن، والتالنت تبعها ليفل 8. ايش هذا يا ويفيرس؟
تخيلوا انه نافي قدرت تجيب كل هذا الدمج مع 15 جيو دمج بونس بس، واذا كنت تستخدم عليها الارتفاكت الجديد فراح يعطيك 18 اتاك و30% جيو دمج بونس اذا اخذت كريستالات. فاتخيل عزيزي المشاهد كم راح تكون قوتها لو اني مطور التالنس الى الليفل 10 واستخدمت الارتفاكت الجديد اللي راح يزيد قوتها 30%، يعني ممكن تشوفون دبل الدمج اللي جبته. ايش رأيي بشخصية نافيا؟ اولا هاي الشخصية على السي صفر جابت 1,000,000 دمج، وعلى سكار مش جبت ضرر 600,000، يعني لو شحنت الطلقتين كان ممكن اجيب 1,200,000 دمج. ضيف على هذا نافيا عندها ميزة مهي موجودة عند اي دي بي اس ثاني في جنشن، تقدر تستخدمها كسبورت. مثلا هذا التيم عندنا الشوغن هي الدي بي اس، بايجول هيلر، وفورينا ونافيا سبورتات. تقدر تستخدم الشوغن على راحتك، تطلع تفاعلات كريستالايز، تحول على نافيا، تضرب الاي، ترجع على التيم تبعك. فتخيلوا مع الدمجة العالي هذا تقدر تستخدمها كسبورت وتحطها مع تيمات مثلا تيم نوفيليت او هوتاو او ليني، يعني عندك كذا 200,000 جاهزة على الجنب، بدل على نافيا تضربها وترجع على تيمك. فاشوف انه اي لاعب قديم او جديد على اللعبة يجيب شخصية نافيا، عندك دائما شخصية على جنب مستعدة تضرب 400,000 أو 500,000، والشخصية يميزها ثلاث اشياء: الشكل والمتعة واهم شيء الدمج. فاذا طلع لك الساحة بالغلط او عندك السلاح القريب ستون جيب هاي الشخصية وصدقني ما راح تتندم. بس السؤال الحقيقي، مين اقوى دي بي اس في اللعبة، هي ولا نوفيليت؟ شوفوا السؤال هذا راح اجاوبه بفيديو بعدين راح انزله، راح اسوي مقارنة ما بين نافيا ونوفيليت ونشوف مين هو اقوى دي بي اس في جنشن امباكت. وحاليا قولوا لي انتم رايكم تحت في التعليقات، ايش رايكم بشخصية نافيا، راح تجيبونها ولا لا؟ تنسون اخواننا في فلسطين والسودان وسوريا من الدعاء، اتمنى الخير بالفيديوهات القادمة ومع السلامة. Peace out.